وعم مدحت. طبعا يوم الجمعه بنروح مثلا عند حلاق جنبنا ساكن معانا في البيت اسمه عم علي. عم علي دي شله بقى بتبقى قاعده جوه المحل دايما ننكشوا بعض، هم ينكشوني انا انكشهم، حب حواراتهم جدا. في ناس قالوا لي انت مش هينفع تيجي رئيس على اساس ما اتسجنتش. لا مش شرط، ما مبارك اتسجن بعد ما خلص. انا ممكن اكون من مدرسته، اول ما امسك تيجوا تقفوا لي تحت البيت اتنحى، تاني يوم اتسجن ما فيش مشكله. طبعا فكره فيديو الرئاسه برضو كانت فكره استفزازيه، بمعنى ان انا شفت 20 مرشح طلعوا مره واحده، ما كانش في اجماع على اي حد فيهم، كان فيهم شخصيات مغموره كتيره. مفيش مانع يبقى مغمور بس يقنعني، يعني انا اشوفه في قناه اشوفه بيتكلم اقتنع ان ده مرشح. فبص كده على شخصيات، في شخصيات متكلمه قوي بس بس انت مش متكلم، يعني الرئاسه مش تكلم بس. واحد طالع من السجن عايز مكان خياطه، واحد عايز كوش، واحد عايز وظيفه، مصلحه يعني. بتكلم عن محمد الحمد لله. ولا واحد ياكل ولا مش شرف. شكرا سلامك سلامك سلامك. يلا شد ومد بقى. خدت 1600 جنيه معايا رحت لبتاع ده، قلت له اعمل لي ايه على مستوى محافظه الجيزه والقاهره 2000 يافطه بلاستيك. قال لي 2000 يافطه 2000 يافطه. قلت له ما انا دول 1600 جنيه. قال لي دول الواحده بس ب 200 جنيه. فجيت ساحب ال 1000 حاطها في جيبي تاني، رجعتها لعيالي قلت له اعمل لي ثلاثه بس 600 جنيه. حطيتهم ثلاث ايام في القاهره وثلاث ايام نقلتهم انا وبنتي من على الكوبري 6 اكتوبر والتحرير، وديتهم الجيزه وبعد كده اتكسفت. ده انا كنت عايز 300 واحد ورايا يلفوا في المحافظات، وعايز 10 مليون جنيه. طب اجيبهم منين؟ وحتى لو معايا ما ينفعش ان انا اشتري توكيل، يعني من جوايا ما ينفعش ان انا اشتري توكيل. في ناس كتير قالت لي بس عرفنا، طب انا معيش فلوس الف لهم في المحافظات واروح. وفي ناس كانت تتصل بيا اقرب الناس ليا طلبت فلوس، يعني اخويا اللي هو اخويا قال لي هعطل نفسي يوم وانا صاحب عيال اروح اعمل لك توكيلات وانا والشارع انا فيه. طب ما عايزين الناس عايزه تروح، عايزه فلوس. حبيت ايه في 2010 ناغش كده، يعني ناغش الحكومه شويه. رحت جاي كاتب يافطه، تيجي تقرا اليافطه من بعيد تلاقي مكتوب صاصه الميكانيكي رئيس الجمهوريه. ملهاش حل تاني، هي اليافطه الكبير بتاع اليافطه صاصه الميكانيكي رئيس الجمهوريه. تحت كلمه صاصه الميكانيكي، تحت كلمه صاصه الميكانيكي ولا بالسلطه ولا بالمال هنسيب كرسي العمال، بس صغيره خالص. وتحت كلمه رئيس الجمهوريه، يعني تحت رئيس الجمهوريه قال كرسي العمال للعمال. حتى انا بعد ما ترشحت لرئيس الجمهوريه انا عمري ما حلمت ان انا اكون رئيس، لكن واصلا انا اللي مترشحين ده كلهم ولا واحد فيهم هيبقى رئيس جمهوريه. احنا هنستورده ولا رئيس. واحد فيهم والله العظيم هيبقى رئيس جمهوريه، هنجيبه رئيس استراحه. جت واحده يعني ست بات جاهله زي حالاتي كده جايه بترشحها جاي رئيس الجمهوريه. حبيت ان انا نعرض برنامج بسيط خالص، برنامج استخدمه اول ما نستخدمه استخدمه العرب، برنامج التكافل الاجتماعي اللي الخليفه عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين طبقه، حارب بيه الفقر وقضى عليه. نظام حلو، انما احنا هنا عاوزين نستورد دستور بتاع امريكا وناخده منه حاجات، ونستورد اي دستور بتاع اي دوله عاوزين ناخده منه حاجات. ما انت عندك برامج جميله خالص اتوجدت واتصنعت للعرب. لما رحت اسحب الاوراق كان كل فكري هل ان انا هقدر انفذ للناس الحلم اللي في دماغي. انا رحت في اخر ايام الترشيحات بعد الموضوع ما وصل ل 1027 والكلام ده، ولقيت الموضوع بقى فيه نوع من السخريه حتى من وسائل الاعلام. اجمالي التوكيلات اللي حصلت عليها 500 وكلهم من بلدي الاصليه رشيد.
الساحل الشمالي من مارينا للسلوم حوالي 525 كيلو. لو احنا عملنا على كل 50 كيلو مدينة متكاملة دي خلايا نحن زي ما انتم شايفين، أو كل خلية من دول بتمثل حي كامل. لما اتفتح باب الترشح جهزت أوراقي، ثم علمت أن هذه الأوراق ليست مهمة في سحب أوراق الترشح لأن الصورة مطموسة لدينا. كان في ترتيب، كانت أكيد الأوراق هتختلف في ترتيبها عن الآن، ولكن طبعا بالنسبة يعني لجمع التوكيلات ما كانش ده المشكلة الأساسية، لأنه فعلا معروف إحنا من أسوان أو من جبل بحيرة السد، وإحنا لنا ناس تعرفنا شخصيا، ما كانش حاجه صعب علينا. بس انت قلت برضو لازم هتجيها فلوس. يعني انا لما اشرت علي باشمهندس بان انا اجمع توكيلات للترشيح، قلت لك انه حزب البناء والتنميه بيوعدني ان انا ان 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 انا ان ان, إن, إن هو راح يستشيره في امر ويعقده مجلس شورى. كلهم كانوا اخواني ومعايا من زمان في السجن وفي غيره، فكلهم يوعدونا خير ويقولوا انه ما حدش داخل من الجماعه الاسلاميه عشان كده يعني نشوفه في الامر ده، بس انت مالكش شعبيه. قلت لهم ان انا شعبيتي كثيره في 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 في, في الصعيد، ما فيش حد مترشح من الصعيد بكثره. واحنا مصرين على ان احنا ناخد حقنا بالظبط قانونا، يعني هنكمل بعد كده برضو لو الطعن اتقبل او ما اتقبلش احنا نكمل. انا عايز اقول ان احنا تم اضطهادنا سياسيا، مش اقل من كده يعني. طب احنا هنعمل ايه يعني؟ وهي ما لا، هو كده تم اضطهاد المشروع في حد ذاته، مشروع من يعني يعتبر اقوى مشروع موجود على الساحه. برنامج اربع محاور. المحور الاول معني باعاده بناء المجتمع من الداخل، تطبيق العداله الاجتماعيه وتوزيع الثروه على من يستحقها، وازاله الفقر تماما من مصر. المحور الثاني هو إعمار سيناء، تتحكم في بعد 10 سنين تقريبا 42% من الاقتصاد العالمي يكون موجود جوا سيناء، من خلال نجعلها منطقة حرة عالمية وتقسيمها ل 12 منطقة صناعية عالمية، وفيها قناة موازية اسمها قناة البردويل، قناة موازية قناة السويس. المحور الثالث غزو الصحراء بفكر حديث، و بناء 20 محافظة صناعية متخصصة في الصحراء على ضفاف نهر صناعي يخرج من أكبر بحيرة صناعية في العالم في محافظة القطارة، تأخذ مياهها من البحر الأبيض في نقطة العلمين. والساحل الشرقي بتاعنا اللي هو على الحدود الغربية عفوا، اللي يتم زراعة فيها ملايين من الأفدنة بالقمح وبقيه المحاصيل الاخرى، ونغير في جغرافيا المكان وتتحول الصحراء الى بناء على البحيره الصناعيه اللي اتعملت والنهر الصناعي الى منطقه تبخريه للمياه لبناء طبقات السحاب الاولى والثانيه والثالثه، التي بعد 4 سنين بالضبط تمطر مطر طبيعي بعدد اشهر كثيف في السنه وتتحول الى منطقه خضراء وتنتهي موضوع الصحراء. المحور الرابع هو محور مهم جدا، اللي هو السيادة العالمية. كيف تكون مصر لها سيادة عالمية باقتصاد عالمي خارج مصر؟ أنا آخر واحد دخل باب اللجنة، كان في زحمة قدام اللجنة فمش عارفين نمشي، فنزلت كملت المشوار جري. في الحقيقة أن أنا عايز آخر من تقدم للترشيح أستفيد منها عالميا هو أشرف بارون، ولكن مع الأسف لقيت عمر سليمان موجود والأستاذ مرتضى منصور ما اتحبكتش صح. يوم بيبقى عادة متوجه إلى اجتماع الحزب في المقر مع الكوادر وأعضاء الهيئة التأسيسية العليا للحزب، بنناقش الأهداف وإيه اللي هيتعمل
النهارده مثلا من بعد الاجتماع الهيئه التاسيسيه العليا هيبقى في زياره لواحده من اهم المناطق اللي كنت بشتغل فيها الاسبوع اللي فات، وهي منطقه عزبه العرب واللي مرت بماساه بسبب هدم منازل مجموعه من المواطنين المصريين على مساحه 16 فدان. للاسف جريمه، كانت جريمه بشعه، تم هدم المنازل على يعني اساس الناس وعلى صيدليات في الادويه بتاعتها. واخدنا اكتر من 4 ايام متواجدين الصبح وبالليل، وكنت متواجد بنفسي معاهم في كل مكان لحد ما وصلنا لكل الجهات المسؤوله، وقدرنا والحمد لله بالتعاون مع المسؤولين ان احنا نوقف قرار الازاله ده، وان احنا نقدر نحصل كمان على تامين لبقيه اهالي العزب المجاوره، والسير في خطوات لتقنين وضعهم في الوضع القادم بإذن الله تعالى. النهاردة هي البلد كلها كده كده بتتغير، أنا رضيكم إن شاء الله ترجع لكم وبيوتكم هتعيشوا فيها. شعار الحملة الانتخابية كان نحن نصنع مصر الجديدة. ملامح البرنامج الانتخابي بيقوم حقيقة على رؤيتي لواجبي تجاه مصر كقائد للتغيير. صفحة توثقت على الفيسبوك يوم 4 فبراير، يوم ما الرئيس قال لم أكن أنتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة. حزب ثوار التحرير انشأت على الفيسبوك وكانت أول صفحة لحزب أثناء أحداث الثورة، كانت هي الصفحه بتاعت حزب ثوار. فاكر انا كنت معتز جدا بوجود ميدان القائد ابراهيم في اسكندريه، وعلى فكره انا في التحليل برضو في الاطار العام بقول ان اسكندريه والسويس هي مصر كلها ليها فضل، ولكن المحافظتين دول تحديدا ابتدوا يشيلوا حمل كبير جدا. البرنامج كان بيركز على محاور اساسيه كان اهمها النهوض بالتعليم والصحه، البطاله، العشوائيات. فيما يتعلق بالتعليم، وده شيء مهم جدا في التطور الديمقراطي لأي دولة، كان لدي برنامج واضح في تحويل الجامعات المصرية إلى ما يعرف بالجامعات المؤسسية. الجامعة المؤسسية هي جامعة يمكنك أن تخرج منها كوادر للعمل بمجرد تخرجه. وجود تأمين صحي يستخدم القطاع الخاص الغير عامل والغير فعال لتغطية ووجود غطاء شامل لأي مواطن مصري يعيش على أرض مصر في حقه في التأمين الصحي السليم. إذا لم تقنع الشارع والشعب بمصداقية البرنامج وبما يمكن تحقيقه الآن وتحقيقه غدا، لا يمكن أن تطمع في المشاركة على المدى. ده الخطوط العريضة.